اللي ما يبغى الجنة، الجنة ما تخسر، الجنة ما تخسر، النار تتلقاه. واحنا نحب علي بن أبي طالب، وعلي قسيم الجنة والنار. الكل يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فأي واحد يبغض الإمام علي هذا منافق، والمنافق في السفل في الدرك الأسفل من النار. وإحنا إن شاء الله اتطهرنا بحب ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، اتطهرنا بحبهم وبولايتهم. ففي الزيارة الحمد لله الذي طهرنا بولايتكم. زين، في ناس واجد يسألون يقولون ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار غدير خم علشان يلقي في هذه الخطبة اللي ذكرها جميع علماء المسلمين بلا استثناء، ذكروا هذه الخطبة، حتى المعادين حتى اللي ما يحبون الإمام علي ذكروها، لأن ما يقدرون ينكرونها أصلا. هذه واقعة ما حد يقدر ينكرها. ها نواصل. فلأن ما يقدرون ينكرونها ذكروها، لكن قاموا حرفون فيها. ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار هذا المكان؟ تعرفون أن اختيار هذا المكان جدا جدا كان مهم. أول شغلة أن الطريق إلى من مكة إلى المدينة مشي ياخذ ما يقارب يعني أربعة أيام. فبعد يومين من خروجهم من مكة وقف الإمام، وقف النبي عند غدير خم ودعا الناس اللي سبقوه. في ناس راحوا قبل النبي مستعجلين، دعاهم قال لهم خلهم يجون، رجعوهم رجعوهم. والناس اللي متأخرين بعدهم ما يوصلون قالوا انتظروهم. شلون ننتظرهم في هالحر يا رسول الله؟ قال انتظروهم، ترى في أمر عظيم من الله عز وجل، في أمر عظيم من الله عز وجل نزل علي الحين، ولازم أبلغكم، وفي هذا الوقت لازم أبلغكم إياه. وانتظروا المتأخرين وراحوا ونادوا اللي تقدموا وقالوا لهم تعالوا بسرعة. ونادى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة. الصلاة جامعة هذه تصير شنو؟ في وقت اللي فيه زلازل، وقت اللي فيه خوف، وقت اللي فيه أي شيء ينادون بالصلاة جامعة. إذا في خسوف، في كسوف ينادى بالصلاة جامعة. فهذا أمر عظيم، أمر جلل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى بالصلاة جامعة، جمعوا الناس بعد الصلاة مثل ما ذكر الأستاذ حبيب، حطوا السرج وسووا منبر وارتفع النبي. المكان هذا غدير خم اللي راحوا وشافوا مثل السينمات اللي سووها الإغريق، ما إغريق هذا سووا لهم سينمات، سينما كبيرة، مسرح كبير يوقف فيه واحد بدون ميكروفون يتكلم، الصدى ماله يرجع إليه، صوت ما صوته يوصل لآخر واحد قاعد، لأن غدير خم مستوي بشكل نفس المقعر، والجبال وال يعني نقدر نقول نفس هضبة هي صايرة، فالجبال هذا لين والصخور ترجع صوت النبي، فالكل قاعد يسمع الصوت. هالشكل سوى تجربة، تسمعوني قالوا نسمع، تفهموني قالوا نفهم، يعني الكل قاعد يسمع والكل قاعد يفهم وش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا اختيار المكان كان جدا جدا دقيق، وهذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، يعني أي شيء يقوله وأي شيء يسويه كله وحي من الله عز وجل. الله عز وجل يوحي إليه ويقول له سو هذا الشيء. فاختيار المحل هذا جاء يعني من الله عز وجل، ومثل ما يقولون الناس يقول هاي بذكاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختياره. زين،
عد ما خطب فيهم النبي كلهم سمعوا الكلام وراحوا وباركوا للإمام علي بعد، ومباركتهم للإمام علي ما ينكرونها، ما حد ينكر إن فلان قام وقال للإمام علي مبروك لقد أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات. يعني ويش؟ يعني الرسالة وصلت والرسالة واضحة بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة بعد النبي، وأنه هو أولى بهم من أنفسهم. تعرف عن شنو أولى بك من نفسك؟ يعني أنا مسؤول عنك وأنا اللي إلي الولاية على نفسك أكثر منك أنت. يعني إذا أنت قلت أنا بروح يمين أقول لك لا روح يسار، المفروض تسمع كلامي أنا مو تسمع كلام نفسك. إذا قلت أنا أبغى أسوي هذا الشيء وأنا أمنعك وأقول لك لا، معناتها أنك تسمع كلامي أنا. الطاعة التامة لأمير المؤمنين في كل شيء. فالإمام علي عليه السلام هو مولى المؤمنين. زين، في ناس ما يعترفون، كيف؟ لأن هذا مو مؤمن. لو هو مؤمن اعترف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ففي فرق بين أن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا يؤمن بالإمام علي. فالمؤمن غير المسلم. فنحن إن شاء الله من المؤمنين الذين نؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته وبما جاء بها بحذافيرها، نؤمن بها من الألف إلى الياء، ونصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قاله وفي كل ما أمر به. فهذا اليوم إحنا قاعدين نحيي عيد الولاية، عيد تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام. في هذا اليوم احنا صحيح متقدمين شوي، زين، لكن قاعدين نحيي هذا اليوم ونتبرك بهذا اليوم في مأتم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومثل ما عودوكم الجماعة في مأتم المؤرخ انهم يسوون لكم مسابقات، زين، ويعطونكم هدايا. وهذا السيكل صراحة عجبني الكبير، زين، ما ادري بيطلع لمن، زين، إذا ما عرفتون الجواب بأخذ عنكم أنا. يلا سووا صلوات علشان نبتدي. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم. خوش صلوات. بعد وحدة بأعلى أعلى أصواتكم. بارك الله فيكم. ها طبعا في أسئلة إن شاء الله بسيطة من المواضيع اللي أخذتون من أستاذ حبيب وأستاذ علي العويناتي محفوظ، وهذه الجوائز جوائز كلكم إن شاء الله بتحصلون تقريبا. ونبتدي بالرقم الأول، ناخذ رقم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله رقم 8 كم؟ 81. 81. الله لا عدل. 81. 81. بارك الله فيك. ها تعال انت جبت شو اسمه؟ لا هاي فوق عدل. 81 صح. عدل عدل. 81. لا الخط صاير. يلا السؤال يقول، تابعت اللي قالوا؟ يلا طالع اول شغله وش السولف هني بنعرفه. محمد ويش؟ قاسم. محمد قاسم، في سؤال لك الحين، اسمع حسين وش بيقول السؤال. متى كان عيد الغدير؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين. جوابه تقريبا قرب. عاد في سنة كم هجرية؟ كنت تقريبا هذا رقمك اعكسه. كم تاريخ ذو الحجة؟ صح. كم رقم؟ رقم كم رقمك انت؟ 81. اعكسه.
18. صح، إجابتك صحيحة. وهذا الكوبونات من وين أبو حسين؟ شوف ليهم كوبون مشتريات بقيمة 500 فلس برادات الطور. أيوة. الله برادات الطور في خمسة أيام. زين. أبو حسين كلهم. لازم شو اسمه ملاحظة، آخر موعد لصرف الكوبون يوم الأربعاء، يعني خمسة أيام. يعني تروح البرادة وتأخذ لك أشياء زين. أيوة. تأخذ لك وش؟ تأخذ لك وش من البرادة؟ من برادات الطور. أسكريم. ما قصروا بعد. الله والديهم. حلاوة. حلاوة تالي تسوس أسنانك. خذ لك شي زين، سمعت؟ قول ان شاء الله. ان شاء الله. لا تاكل حلاوه واجد، ها؟ يلا مع السلامه. مبروك. نسحب على صاحب الحظ السعيد الثاني. 266. 266. السلام عليكم، شو احوالك؟ طالع مني مني طالع الكاميرا، كل كاميرا من هنا. زين. وايش اسمك؟ حسين حيدر. حي الله ابو علي، حي الله حسين حيدر. اعطني الرقم. وين الرقم؟ 266. صحيح. يلا حسين حيدر، الحين في سؤال اليك. وايش السؤال؟ في اي سنه كان يوم عيد الغدير؟ في اي سنه؟ تعرف؟ قرب إليه. قرب إليه. 9 هجرية، 10 هجرية، 11 هجرية. يقولون هم اللي متابعين مساعة بيبينون، واللي يسولفون بيبينون. منو اللي مساعة متابع؟ 10 هجرية. هيك ما شاء الله واجب متابعين. كم؟ 9 هجرية. لا. عشرة. صح، 10 هجرية. صح، ايش غيرت؟ يلا هاي بعد نفس الشيء، كوبون مشتريات من برادات الطور. تفضل ومبروك، والله يعودك ان شاء الله. يلا الثالث بشكل سريع، ترى واجد جوائز ابو حسين. يلا واجد جوائز. يلا 93. 93. يلا حياك. 93. نسحب غيره. حياك. هلا. السلام عليكم، شو احوالك؟ وايش اسمك؟ علي. علي وين؟ علي محمد. حي الله السمي. حي الله ابو حسين. لا هذا شو اسمه؟ هذا كان. يلا اثنين ما في مشكله. اي نفس الرقم. نفس الرقم. اثنين خلهم نفس الرقم. ها اثنين نفس الرقم، ما في مشكله. خلهم اثنين فايزين. السلام عليكم، وايش اسمك؟ سيد محمد. سيد محمد. السؤال لكم اثنينكم اللي جاوب سريع، ها؟ في أي حجة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمر ربه بالولاية أمير المؤمنين؟ في أي حجة كانت؟ حجة ويش؟ بسيط. مساعة قالوا حجة ويناتي قال النبي حجها حجة واحدة واسمها ويش؟ حجة ويش؟ يلا حجة ويش؟ أكو قالوها وداع. الوداع. حجة الوداع. وقلتها أنت بعد؟ سمعنا إياها. الوداع. يلا وحسي عطهم، استاهلون. كله نفس الشيء، كله نفس الشيء. برادات الطور. شكرا على مساهمتهم، يعطيهم العافية. وهذا صاحب الرقم 79. 79. وين 79. حياك 79. وين هو؟ السلام عليكم، شو احوالك؟ 79. وش اسمك؟ رضا. رضا حق وش مستحي؟ وش اسمك؟ رضا. رضا. وش مستحبات يوم عيد الغدير؟ مستحبات تسويها تنصح بها الأطفال يسوونها، الكبار، إحنا، أنت، وش المستحبات؟ مثل ويش؟ يلا ويش؟ ما تدري؟ جيب لي سؤال غيره. بسيط حليو. أي شيء شهر رمضان وش تسوي؟ الصوم هذه واحدة.
الصوم وبعد وبعد لان السباح وش نسوي؟ غسل الغسل وبعد زيارة من صاحب اليوم ده؟ الإمام علي. إمام علي صح هذا كوبون يستاهل. بس رضا احنا ما نصوم في ايام العيد حرام، ايام الاعياد نصوم. ها عيد الغدير غير. تفضل. يلا يعطيك العافيه. يلا ونسحب رقم. يلا رقم غير. ها على السريع. يلا اوه هاي رقم سبيشل. رقم اثنين. اثنين اثنين وين هو؟ اثنين. ها رقم اثنين. اثنين ما تفتر شكلك. تعال سؤالك بسيط. يبغى يعطي واحد غير. تعال 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 شاركنا. بنسألك سؤال سهل. لا ما بنعطي نفس أسئلة. شحوار. السلام عليكم. وش اسمه؟ سأل أبو حسين. حي الله سيدنا. متى ولدوا الإمام علي؟ ولادته متى؟ أكو قالها واحد ترى. لا أي قريب قريب. قريب تحت تحت. بعد تحت بعد تحت بعد بعد لا فوق فوق العشرة بعد فوق بعد فوق 13. وش عاد 13؟ اي لحظة هجرية عاد. وش اي شهر الحين عاد؟ هذا اللي نبغي نعرفه. لا 13 وش احنا ايش اسمه سوينا ايش اسمه الاحتفال ماله قبل شهر رمضان. شفته. ايوه شهر رجا. ايوه بارك الله فيك. يلا ويش جواب 13 ويش رجب. صح بعد ويش صح. هجرية لو ميلادية؟ هجرية. بارك الله. يلا بعد الهدية كوبون من يلا كوبونات واجد نبغى نخلصهم. يلا 72 كلكم بتحصلون ان شاء الله. 72 كوبون من برادات الطور. الله ايه كان 72 حياك انت بعد 72. ايوه عجل سؤالكم. حياكم تعالوا مرة. تعالوا يلا واحد يمين واحد يسار. يلا سيد علي. وانت حسين. حسين وسيد علي. سؤالكم يقول فوين ولدوا الامام علي؟ في الكعبة. كعبة. ايه لا جاوبوا جواب كلش تمام. صح يستاهلون كوبونات. يلا مبروك. مبروك لكم. الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام كانت ولادته في جوف الكعبة إن شاء الله. عندنا رقم سريع أربعة. 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 الله بس واحد عنده رقم أربعة. يلا طلع يا واحد طلع يا واحد ابو حسين طلع يا حق يخلصون. 100 100 يلا اثنين. السلام عليكم. نسال اثنين كله بالاثنين. سيد حسين. حيا الله سيد حسين. الاسم سيد محمد. سيد محمد 100 لحظه اياهم اياهم زين حلو حلو. يلا قريب. وش اسمك؟ علي. علي حياكم الله. حسين علي سيدة تعطيه هديه خلاص. علي سيدة. خلاص سيده. علي وقف بس وقف اسمع السؤال. يلا السؤال. السؤال يقول وش اسم أم الإمام؟ أم الإمام علي. أيوة يلا يلا سهل سهل تروح كيفك. أنا ما أدري كنت فاطمة. صح فاطمة. وش متأسة. أيوة فاطمة متأسة. فاطمة بنت أسد. ثلاثتكم صحيح. فاطمة بنت أسد. تفضل يعطيكم العافية. يلا غيره غيره. اسحب اسحب أبو حسين. 71 71 وبعد 70 خذ رقم. خذ واجد واجد. 85 85 71 و85 وهذا بعد رقم 264. ايوه 264. السلام عليكم. 264. ايوه اسمك سيد محمد. بعد ما يحتاج احد احنا باك تقول لنا قصه. وش اسمك؟ اسمي سيد محمد. حياك الله. وش اسمك؟ ياسين. ياسين ياسين. سيد محمد وينه؟ سيد
أيوة. هذا حين أبو حسين بيسألهم. أيوة. سؤالهم وش يقول أبو حسين؟ يلا سؤالهم عنده. عندي. بنشوف ليهم سؤال شوي صعب. غير ياكل. أنا ما عندي الصراحة حين واجه. إنزين. نسألكم الإمام علي عليه السلام من وين؟ وين ديرتهم؟ يلا. من وينه؟ ها؟ العراق. لا مو العراق. مدينة. لا مو النجف. مدينة. وين؟ مدينة. ها؟ مدينة. لا مو المدينة. هو هاجر إلى المدينة. من؟ مكة. أيوة. من مكة. إحنا قلنا أيوة. ولدوف وين؟ إيه ديرتهم مكة. ولدوف مكة. يعني من وين هو؟ من مكة. يلا كان جاوب. السؤال بسيط جاوب. يلا يستاهلون يستاهلون. عطهم بتعطيهم سؤال ثاني؟ لا بس يلا هيا مالهم خلاص تيسروا. حياك ألف مبروك تستاهلون. يلا اسحب. الحين 98 98 ورقم واحد بعد. أيوة ورقم واحد. وين رقم وين واحد؟ رقم واحد. الله هاي 98. هاي 98. يلا ورقم واحد. وين رقم واحد؟ حياك رقم واحد. وين هو؟ يلا يلا تعال تعال. بعد 98. ما شاء الله كلهم 98. هاي ثلاثة 98. يلا شباب وقفوا. وايش اسمك؟ سيد مهدي. وانت؟ عبد الله. واحد. محمد عبد علي. سيد جواد. سيد جواد. حياكم وقفوا هنا اصطفوا. يلا اذكروا لنا لقب من القاب الامام علي عليه السلام. عليه السلام. يلا ويش؟ اكو هاي واحد قال حيدر. حيدر. يلا روح. وبعد علي الاكبر. أسد الله. أيوة أكو أسد الله الغالب قال. زين وأنت؟ ها؟ وين؟ ذو الفقار. ذو الفقار صح. زين. زين مو لقب كنية. أبو ويش؟ نسيت. نسيت؟ بساعة جواب صح. زين إذا موك أمير المؤمنين يلا. أعطى أمير المؤمنين صح. أيوة. صح. صح. يلا إنزين. باقي واحد. باقي واحد مو حتى لو كنية. أبو الحسن. أبو الحسن. أبو الحسن صح. حسين متصل. إحنا ما نعلمهم. واصل أبو حسين. يلا على حبيبي. يلا تعال تعال. أخذنا رقمين. أخذنا رقمين. رقم 90. رقم 90 ورقم 267. رقم 90 ورقم 267. 90 ما شاء الله. وينهم؟ كم رقمك؟ كم؟ 267. يلا صح. يلا حياكم كذي طالعوا مني. يلا اذكروا لنا اساميكم. علي. جعفر. احمد. الحين عندنا واحد علي لازم نعطيه شو اسمه هديه. وينو علي؟ هذا علي. هذا علي. ها هديه. يلا بس وقف. ايوه اسمع السؤال. زين. السؤال اذكروا لنا اولاد الامام علي واحد على اسم لحد. اسم واحد يلا. الحسن. الحسين. حسين. بعد العباس. العباس. الحسن والحسين والعباس عليهم شاطرين. يلا الله يعودكم. الله يعودكم. هاي رقمين. 70 مو كنا طالع 70. لا لا ما طالع. و 96. 70 و 96 و 75. 75 و 87. 87. وين 87؟ ويش ورقم 7 بعد. يلا حياك مني. ها اساميكم. اساميكم صالح. سعيد. احمد. محمد. عبد علي. سعيد. هادي. تعال تعال لازم. اكو عندك مع السيد علي وصل صوبك.
سيد علي. سيد علي؟ إيه. سيد علي كوفي واحد بعد سبعة رقمه. يلا. يا حوالوك. وش اسمه؟ سيد علي. ها بعد سيد علي. إيه. هذا السادة حين خلاص علي وعلي. علي وعلي. بس وقفهم. موقفين. زين والسؤال. سؤالهم عندك. السؤال إيش اسمه؟ الإمام علي. مدفون في وين؟ يلا. في النجف. أيوة. النجف. 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 شاطرين كلهم في النجف. عطيتوك عطيتوك. أيوة. هذا بعد وحدة وهذا بعد وحدة. جوائز اليوم مقدمة من بعد وحدة. برادات الطور. الطور. يلا. جوائز اليوم مقدمة كلها من برادات الطور بقيمة 500 فلس. كوبون مشتريات بقيمة 500 فلس. وهذا لين خدهم كلهم. ثلاثة أرقام. 95 89 265 و 269 269 أيوة 65 وين 265 269 يلا وقفوا معي. ايه أيوة 89 ما شاء الله. ايه كم رقمه؟ 95 عندك؟ عنده. يلا 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 هذه لين. يلا صفوا 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 يا اساميكم. لحظه اسمك؟ سيد احمد. سيد احمد. وانت؟ علي حسين. علي حسين. هذا علي. زهير. وانت؟ علي. علي جعفر. محمد. سيد علي. سيد علي. عندنا ثلاثه علي الحين. سيد حسن. سيد حسن. سيد حسن. ثلاثه علي. زين وين هم الثلاثة علي؟ علي وين هو؟ علي قدام. تعال علي. علي وين هو؟ اسمك علي. وين هو؟ وين علي؟ علي وين علي؟ علي علي قدام. علي جود شيء بعد. وهذاك بعد سيد علي. لو وين؟ يلا زين هاي ثلاثة علي. انزين وايش السؤال الحين؟ السؤال يقول ان النبي محمد. انزين شباب سكتوا لا عشان نسمع الجواب. الإمام علي شارك يا النبي محمد في غزوات واجد، بس غزوة واحدة ما شارك إياه، وش هي؟ لا 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 سمعناها لا. انزين يلا يلا قول. أحد لا مو هي. أحد شارك إياه في كل الغزوات. خلي بعد أنا بعد لا هذا. يلا يلا جاوبوا. اللي يعرفها يقولها. هذا السؤال صعب شوي. ويش ها؟ قرب ليهم قرب ليهم. انزين خلنا نسألهم سؤال ثاني يا ابو حسين. قرب ليهم نعطيهم سهل. شباب هدوء هدوء. عطهم سهل ابو حسين. يلا انزين هذه ما بيعرفون. نشوف له الامام علي ولده في الكعبة في مكة. زين وتوفى في وين؟ في العراق في النجف صح؟ وهاجر الى وين؟ ايوه زين صحيح مدينه. ايوه مدينه كلهم المدينه صح. يلا اللي اخذوا الجوائز يطلعون عليه. يلا اللي ما اخذوا من كوبون مشتريات. كوبون مشتريات من برادات الطور. يلا اسحب ستة وحسين. يلا مو ستة مشكلة يطلعون دبل أرقام. أحب نسحب إحنا ثلاثة. 78 82 89 82 89 78. وإيش اسمك؟ سيد علي. حياك الله سيد علي. هذا سيد علي جاء. ها وش اسمه؟ 23 علي. 23 علي. علي وسيد علي. 23 وينه؟ 23 ما في. 37 37 89 ما في. 89 رقم 20 20 وينه هو؟ كم؟ يلا عشان نسحب على السياكل يا جماعة الخير. رقم 18 سكتوا ها؟ 18 كم وصلوا؟ لحظة
هلا وايش اسمك؟ رقم 45. تعال 45. هاي مو ايس كريم هذا ميكروفون. 45 وايش اسمك؟ 45 ما فهمت اسمك. رقم 16. ايوه بس يلا ايش اسمه؟ باقي كم واحد؟ 2 4 5. يلا هذا جه رقم 35 اخر رقم. هم يطلعون لك اثنين. 35. ايوه 35 وين هو؟ اكو جه. يلا خلاص 1 2 3 4 5 6. وايش اسمك؟ سيد حسين. سيد حسين يلا هذه اخر 6 جوائز. ايوه عندنا وبعدين بنسحب على اثنين اسمهم علي هني اليوم الحين. يلا وزعهم عليهم الهدايا مال علي. بنعطيهم مره واحده بعدين. انزين الامام علي عليه السلام من القابه ابي تراب. عدل عدل من القاب الامام علي عليه السلام يلقبونه بابي تراب. من هو اللي سمى النبي صلى الله من هو اللي سمى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الاسم؟ من هو اللي لقبه بهذا اللقب؟ هذا يستحق آخر سؤال. هذا سهل يعني. ها؟ لا مو أبو. مين؟ أبو. لا مو أبو. من هو؟ النبي. أيوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل هاي جائزتك. مثل ما قلنا لكم اليوم الجوائز هي عبارة عن كوبونات مشتريات من برادات الطور ونشكرهم شكر جزيل. نشكر برادات الطور على هذه الجوائز المقدمة لهذا الاحتفال ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم إن شاء الله والله يرزقهم من خيره. الحين ويش نسحب على السياكل لو بارزين حق السياكل؟ ها بارزين. يلا ابو حسين ترى هذه يا جماعه الخير السياكل يبغى لها هدوء. ها السياكل يبغى لهم هدوء. قول اللون. ها اي باللون باللون حق لا يهاد اعتقد نفس الاسئله. اي صح ان شاء الله ان شاء الله. اي الصغير من الصغير بعدين الوسطي تالي الكبير. وباللون رقم 97 اصفر. 97 اصفر. سووا صلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل أصفر. محمد أصفر. هاي بعد 97 طلع بس أصفر. وسلم على هيا. محمد هيا. وآل محمد. وإيش اسمك؟ صالح. واسمك؟ يوسف. حيا الله يوسف. إن شاء الله يطلع عليكم السيكل. الحين وإيش الأسئلة الموجودة عندنا؟ يلا بنعيد اليوم سؤال. يلا اذا كنت تسال سؤال. لا انت عرفت سؤال من الليله استفدت منه. وش السؤال اللي كنت ما تعرفه والليله اليوم عرفته؟ ما اتذكر. جيب لي سؤال من الاسئله اللي سالناهم خلينا نشوفه كان واعي لو كان يلا. نايم. يلا انزين في اي يوم كان الغدير وفي اي شهر؟ ايوه هذا سهل. تتذكر ليوم اقول لك اقلب الورقه له في اي يوم؟ 18 ذو القعده. لا 18 صح. ذو الحجه. ذو الحجه. ايوه صحيح. يلا شوف هاي كان واعي ويانا. السيكل الاول تعال تعال لحظه. ها صور اياه صور اياه. جيب جيب جو ابو حسين. اكو جابو 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 جابوا هذا السيكل حيا. يلا صوره جماعيه هي السيكل. يلا مبروك. كم عليه من الحين نزله عاد لا يطيح. ما عليه طار طار ناخذ لك صوره. يلا طالع من هناك عشان
يلا يلا روح الى هناك وتعالي حول. يلا اللي عقبه الحين اللي عقبه. بسم الله. اي لون اي لون؟ هذا اللون ده. اي لون بعد؟ اصفر طلع اصفر بعد. 69 69 اصفر 69 69 ما شاء الله بيطلع لك السيكل الوسطي الحين. وايش مسوي في الورقه؟ اكلتها كلها. لكن الرقم لحظه لحظه اي عدل 69 عدل طالع 69 صح يعني؟ مو بعدين تقول مو صح. زين بعد بنعطيك الحين سؤال من الاسئله اللي سالوها من قبل. زين وش اسم ام الامام علي؟ قلنا ساعه ما بنعلم. يلا فاطمة الزهراء. فاطمة ويش؟ فاطمة ويش؟ فاطمة الحسن. لا بنت أسد. صح إجابته صح. فاطمة بنت أسد. يلا خليك هني. جيب السيكل جيب السيكل جيب السيكل إليه. فاطمة بنت أسد هي أم الإمام علي عليه السلام. يلا اركب فوق السيكل. اركب اركب. يلا طالع هنا. وايش اسمك؟ محمد. مبروك سيد محمد والله يعودك ان شاء الله. يلا عليك بالعافيه. يلا تعطيني فره ان شاء الله. طلعنا برا بفطر. يلا يلا من اختار الله هذا وردي وردي. اربعه أربعة السيكل كبير ها؟ 94 وردي. الله طلع على قده ها؟ على قدك ها؟ واحد والله على قده طلع إن شاء الله. عاد تفوز بها. يلا عندك سؤال. عندك سؤال. حيدر. ها؟ حيدر 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 لقب من ألقاب الإمام علي عليه السلام. سؤالين سؤالين بنسألك عليه. يلا لقب من القاوي ماما. انا الذي سمتني امي حيدرة. ذو الفقار حيدر. وبعد وش الحجه؟ وش اخر حجه للنبي اللي سوى فيها عيد الغدير؟ قال فيها عيد الغدير حجه الوداع. حجه الوداع والوداع. يلا يلا هذاك الوداع. يلا يلا وقف وقف نصور وياك ويا حيدر. يلا قاعد 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 حيدر الحين هذا ايش اسمه؟ اركب اركب حيدر. اي صدق هنيئا لحيدر وهنيئا لكم وكل عام وانتم بخير والله يعودكم جميعا. يعودكم. هلا استاذ حسين. هلا استاذ حسين العويناتي. هلا استاذي. شخبارك؟